احنا 100 مليون مسا على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس المشتركه عندنا. زي ما جينا قلنا قبل كده صلي على النبي وصبعك الجميل اعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد. فيديو النهارده مميز جدا 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 للغايه، وفيديو انا بعمله ياما عشان الناس تستفيد، وفيديو انا بحب اساعد الناس، ولكن في حاجات ما بنقدرش اللي احنا نتدخل فيها. ايه الفيديو دوت؟ فيديو ان شاء الله برضو عبارة عن جوازة. جوازة ايه بقى؟ الفيديو النادر من اساسه خالص، ده كارتين كورس مع نتايا جيرمان. فيديو نادر جدا جدا جدا، ان شاء الله هنروح نجوزه، لان هو بيقول لك قاعد يحاول مع الكلب والنتايا ياما، والنتايا بتقفل ومش عارف يجوز. طيب ما ينفعش يا عم اللي نجوز كلب جلد الكلب شعر، مفيش، هو عايز يجرب ويعمل خليط يشوف ايه السلاله اللي هتطلع بين الكين كورس بين النتايا الجيرمان. يلا بينا نشوفه ايه اللي هيتم وهل هنجوزهم ولا لا، وبعد كده ان شاء الله نتابعه معاه ان شاء الله نشوفه الجراوي اللي هتطلع دي هيبقى شكلها ايه. يلا بينا مع بعض. عصافير اهي. ده العريس؟ ده العريس. طبعا دي الجوازه النادره اللي انا جيت قلت لكم عليها. جوازه نادره من نوعها. اغرب جوازه هتشوفوها بس ان شاء الله تتم. نتايا جيرمان وذكر كين كورس على بيت. طبعا هو عايز يعمل خليط فكل واحد حر في دماغه. طبعا احنا لما بنيجي نتجوز بنروح لصاحب الحاجه، كل واحد دي حريه شخصيه، ولكن احنا هنا هو لما بنيجي نجوز جلد بنجوز الكلاب الجلد لبعض بس، فئه الجلد اللي هو مثلا لو كين كورس ممكن يتجوز، ممكن يتجوز بيتبول، ممكن يتجوز بولي، ممكن يتجوز بوكسر، ممكن يتجوز رود، ممكن يتجوز دنوار، ماستف، اللي هي خليط الحاجات الجلد هو ده اللي. لكن لما بنخش بقى في حاجه شعر دي بقى حاجه جديده هنشوفوها مع الاستاذ بقى، ونشوفه ان شاء الله لما ربنا يكرمه ان شاء الله ويولده نشوفه بقى الجراوي. هنيجي نعمل معاه فيديو نشوف الجراوي بقى شكلها ايه، لان دي حاجه فريده من نوعها، اول جوازه ممكن في الجمهوريه، مش هنقول بقى في اسكندريه والقاهره، لا في الجمهوريه عامه. عايزين كمامه؟ لان طبعا زي ما جينا قلنا قبل كده لازم تحرص، لان النتايه ممكن يكون الفرج الضيق بتاعها تيجي انت تمسك الفرج بتاعها تلاقي الكلب راح ايه على الضهر، مع ان هي هاديه لكن ممكن تتوجع تروح جايه ايه على الضهر. الكلبه جميله تعرف، بنجوزها لك جيرمان يا عم، معايا ذكر تقيل،
انا عايز ده كلمه جميله وانا عارف انا عايز ده طالبه معايا راح يا عم. ما انت لو عايز ده اتجوزه ابعت لك انتهى بيت بول يا عم اتجوزه شوف العيال الاثنين دول ابعت انتهى بيت بول اكس لارج جاهزه على جواز نجيبها لك جوزها يا عم وخليها عندك في رجلك. مين بقى؟ نتايا وكين كورس طبعا اول جوازه ومش عارف ليه هو مش حالل الا هبقى عايز يجوزه وانا لو عندي نتايا بيت بول حاجه ومعايا ذكر حلو وجيم يقول لك لا مفيش مشكله. طيب انت جربت مع الكلاب؟ احنا حاولنا وما عرفناش. ليه بقى؟ ما عرفناش حاولنا صعب مش سهل. لا الجوازه صعبه مش سهله. حاولت معاها قد ايه؟ لا حاولنا 10 ايام بنحاول ما عرفناش 10 ايام؟ اه يعني كده النتايج ممكن تكون قفلت ولا ايه؟ ماشي عمال كده كده هن ايه؟ هنشوفه ايه الدنيا. طب 10 ايام يعني الكلب بيطلع عليها انا شايف الكلب قاعد اول ما جبته اول يومين ثلاثه كان حلو بيطلع عليه كان بيطلع وبتاع وكان حلو وبيشتغل تمام. اول جوازه ليه؟ هي شكلها كبيره النتايج شويه. بعد كده احنا حاولنا نحطوه ونركبوه ونتعامل ينفخ وضرب بره بسرعه وما بيعرفش. جبت حد مثلا بتاع كلاب؟ لا ما جبتش حد كلاب بس كان عندي واحد صاحبي بيفهم شويه بس ايه على قدنا حملنا وجوز قبل كده بس الجوازه دي صعبه مش سهله. بالصدفه وانا بشغل النت حاولت ادور ادور بس خدت الصدفه لحد ما لقيتها كده قدمت حضرتك. يعني فكر قبل ما نبتدي معايا انتهى بيت بول اكس لارج ومعايا بكر جيرمان تقيل. انا نفسي اشوف كلاب هي. طب ما انا اشتريت كلب جيرمان رحت كلب كينج كورس كان معانا بايدي بقى اشتري الاثنين واحد. بس انا رحت سبحان الله رحت اجيب الجيرمان لقيت ده قدام مني قال لي هاتني. بالصدفه رحت اجيب كينج كورس نتايا رو بعد ما رحت ما عجبتنيش رحت طنطا 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 ورحت وجيت على الفاضي جيت جبت الكلب ده هنا من اسكندريه بالصدفه تاني يوم. ربنا يا عم يبارك لك فيهم وقعد نشوف هنعملوا ايه مع الكلاب. انا عايز دي انا عايز دول. ماشي امسك كده انت بس ماشي مش لازم تبص انت حبيبتي احنا هنشوف. طبعا احنا بنشوفوا الفرج اهم حاجه هنا اهو فرجها واسع مفيش اي مشكله اهو. طبعا احنا بنشوفه بتدخل بس صبعك على اساس تشوف الايه الكلبه وضعها ايه. ممكن هنا السيراميك يزحلق تحط مثلا مشايه او اي حاجه على اساس الكلب ما ايه ما يتزحلقش. هنجربه دلوقتي هنشوفه الكلب اتزحلق يبقى احنا هنعمل ايه هنحطه حاجه طول الجنزير شويه عشان لما يجي ما تحط الكلب هنا هو طبعا المكان ده. بص ايش تعالى يا مروان. انا هروح ابوك. يطلع تفر ولا هو ايه؟ اول ما جيت كان بيطلع كويس دلوقتي خلاص يا الكلب ده بيصوم ولا حاجه ولا مش اي حاجه؟ وانا روح تجوز كلب رود ده اللي ما تخافش قلعه الكمامه الكلب بقى الكمامه دي لو عايز الكلب بقى عمال يطلع ويضرب ايديه واخد ادب مني ما تقلقش طول ما انا موجود واخد ادب. طب هو الدكتور قول له يلا فوق يلا راح يلا هنا يلا يلا جدع راح يلا هنا يلا هنا يلا هنا. بص بص ده بتاع ماشي يلا راح يا لا لا يا لا يا لا لا طبعا انا بسخن بس الكام الاول هو كده كده بص الكام بره بسخن بس الكام عشان يشتغل اللي وراها دي ايه؟ مفيش انزل تحت يلا انزل تحت يلا تحت يلا راح على شيء. اول ما جبته كان صعب حتى انا صورته اما سبتهم مع بعض هذا خلاص يلا يلا شرحي تعالى يلا 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 يلا
شد لوحده. هادي تسيب الكلب لغاية ما ينام خالص. اهم حاجة هنا انت لما تيجي تجوز بتطلع كده الكلب زي ما انت بتشوف. لما تيجي تمسك من تحت العيب ومن الجراب خلي بالك لان بيقشعر. لو ما لحقتش تدخل العيب في الفرد هيقشعر هينفخ برضه. وهنا كده خلاص ايه دخل جوه الكيس. يلا هني يلا هني. يلا اسمه يون راح يلا راح يلا راح يلا النتايه والفلك بص ايه يلا راح يلا راح ماشي ماشي نخش ماشي نخش ماشي نخش يشتغل تدخل عدو الكلب بن زي ما انت شايف مش عايز اللي هو اصلا يشتغل يا مسهل الحال احسن راح احسن راح احسن راح احسن راح اجمل راح سيبه كده عليها انت رافعه سيبه عليها كده سيبه عليها احسن راح امسك النتايه امسك النتايه سيبه سيبه ايوه سيبه سيبه خالص ايوه سيبه خالص خليه يمسك النتايه من قدام امسك النتايه سيبه سيبه ما ترفعش النتايه امسكها بس البهدله اللي الواحد بيتبهدلها مع الكلاب يا ريت الناس تقدر وتعمل اشتراك ولايك وشير وتعليق جميل بص على العنب دي هذا اللي ريت
والجوازة على مستوى الجمهورية. ذكر كين كورس لانت يا جيرمان. خالصة مخلصة. يا ريت يا ريت عايز تعليق حلو كده اهو، وعايز الناس حبايبنا تحية لينا خاصة من كل الناس حبايبنا. احلى والتعامل مع اي كلب الحمد لله في الجوازات. انا شفت بعيني يا كابتن ومفيش كلام. لا انا شفت بعيني. لا شفت بعيني ومفيش كلام. كلب اهو زي ما انتم شايفين اهو، عشان ما حدش يقول ايه ماسكين ولا حاجه اهو. اول جوازه في جمهوريه مصر العربيه، ذكر كين كورس على انتايا جيرمان. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده، ونرجو ان تكونوا استمتعتم معنا. وهنا هون سادات وسادتي، تتعرف حتى اليوم، والى اللقاء في الحلقه القادمه.